الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض، وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. احنا ما كناش يعني، واللي عايز اقوله ان احنا من ساعة ما بدأنا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سيناء كلنا عارفين، واهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي انا سعيد ان انا اشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من اسابيع قليلة لما جيت في الزيارة السابقة، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الارهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. ارهاب مقيت، كنا كل اسبوع ما بيعديش الا وبنسمع عن حادثة استشهد فيها او اولادنا من القوات المسلحة او الشرطة او ابناء شمال سيناء او اصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار ان احنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الارهاب من غير ما نعمل اي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقة ساحة حرب وان احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من اول لحظة ان احنا لازم ننمي سينا جنبا الى جنب مع دحر الارهاب. وده اللي اتعلمناه كلنا كناس خبراء ومتخصصين، عشان تأمن اي مكان من اطماع الطامعين مش انك انت فقط تحط فيه اقوى الجيوش واكثرها تنظيما وتسليحا، كل ده ما يغنيش عن انك تنميها. الشيء الوحيد اللي يحمي اي مكان انه يكون مكان تم تنميته وتم اشغاله وتم تعميره بحيث لا يستطيع احد بعد كده انه يفكر ولا يحط في احلامه ان يبقى هذا المكان مطمع ليه. ده كانت لازم كلنا نبقى واخدين بالنا، دي الاسس اللي شغالين عليها كدولة، ان لازم هذه المنطقة تتنمى ونعوض عشرات السنين اللي اتأخرت فيها عملية التنمية. عشان كده كان اطلاق سيادة الرئيس من 2014 المشروع القومي لتنمية شمال سيناء، امنيا بان الحرب على الارهاب تفضل تستمر لغاية لما نقضي عليه، واللي الحمد لله استطعنا هذا الكلام، لكن ايضا اقتصاديا واجتماعيا يتم. زي ما قلت لحضراتكم كان ممكن يبقى بيتاخد قرار ان احنا ما نستنى على التنمية لغاية لما نخلص الارهاب وبعد كده نبدأ، لكن كنا هنضيع وقت كتير. عشان كده بدأنا بالشغل الاصعب، البنية الاساسية الكبيرة اللي محتاجاها سينا عشان تنطلق عملية التنمية. بتكلم هنا على ايه؟ على كهرباء ومية وصرف صحي وتحلية وشبكة طرق وانفاق تربط هذه المنطقة بمصر بصورة كاملة. دي كانت اكبر واصعب جزء ممكن ان احنا نتخيله، هو ده اللي عملناه في العشر سنين دول. لان اللي ان شاء الله ان احنا هنطلقه النهاردة، واللي النهاردة سيادة الرئيس مفوضني ان انا اعرضه على حضراتكم، ده اللي احنا بنقول عليه ان شاء الله هيبقى الجزء الاسهل والاسرع. ازاي اطلع فوق الارض؟ ازاي انمي واشغل واعمل تعمير وتنميه زراعيه واقتصاديه وصناعيه وعمرانيه وسياحيه في كل المناطق اللي احنا هنعرضها. الاصعب انك تعمل البنيه الاساسيه، وده اللي استغلينا فتره الحرب ضد الارهاب عشان نعمله. يعني لو كنا بدانا النهارده كنا هنحتاج 10 سنين تانيين عشان نبدا نعمل هذه البنيه الاساسيه، انما احنا الحمد لله وده كان قرار الحكيم من سياده الرئيس ان نشتغل مع بعض بالتوازي.